مرحبا برج الجدي، أرى أنك يا برج الجدي حاليا أنت في طاقتك ولكن حزين أكثر. يعني أنت حاليا في طاقتك الاعتيادية وهي طاقة ملكة الأرض. أنت حاليا لديك أشوف أغلب ما تريده على الصعيد العملي، أو يعني راضي مقتنع حاليا في حياتك في هاي الوضع، ولكن كأنما عندك نوع من الحزن، نوع من الحنية إلى شخص ابتعد عنك، إلى شخص لم يعد موجودا في حياتك، موجود جدا أنت في محيطك لحد الآن، أنت تفعل الأمور اللي دائما تفعلها ومشغول أيضا في حياتك، ولكن في قلبك في عقلك دائما هاي الفترة زايد تفكيرك بهذا الشخص، احتمال رحيلة عنك أو ابتعاد عنك أو أنه انفلت من قبضة يديك، لأنك كأنما أنت كنت ماسك العلاقة كما الخماسي في يدك يوم من الأيام، ولكن حدث شيء وابتعد عنك هذا الشخص. فحاليا أنت تمر بمرحلة ندم، ما أعرف، حسرة، حنين إليه، اشتياق، تتمنى أن الوقت يرجع بك للسابق. راح تسوي الأمور بطريقة مختلفة، أحسك جدا قاعد تفكر فيه وفي الماضي، ولكن في نفس الوقت عندك كرت المشاغب أو المخاطر، الشخص المرح اللي مستعد انه يقفز من على التلة ويكون وزنه خفيف. احتمالات كثيرة، ولكن اشوف انك اما قاعد توهم الناس اللي حولك او الشخص اللي انت حاليا موجود معه في علاقة ان انت تخطيت الشخص الاولي، تخطيت الحبيب الاولي، كأنما انت خلاص حاليا ما عندك اي ارتباطات فيه، ولكن اشوف انك كرت الفول في هاي القراءة كأنما قاعد تتظاهر، لأن هذا الشيء غير حقيقي. أنت لحد الآن لم تتخطى هذا الشخص، لحد الآن تحبه، لحد الآن تفكر فيه، فمجرد قاعد تسوي هاي التمثيلية، تكثر من الضحك، تكثر من الخروج، تكثر من الحياة الاجتماعية، عشان فقط توهم الناس كأنما عرض مسرحي، توهم الناس أن أنت تخطيته. احتمال هو زوج سابق أو حبيب سابق، ولكن لحد الآن أنت متعلق فيه، أنت لم تنسى، لم تتشافى من العلاقة، لأنه موجود تحتهم كرت الماء، في شيء عميق لحد الآن عندك لم يطلع، في حقيقة لم تصارح فيها نفسك أو هذا الشخص الموجود في حياتك. ممكن يكون أم، ممكن يكون أخت ناصحة، شخص تثق فيه يعرف عن مشاعرك، لكن هذا الشخص، وإن كنت أنت مشغول هنا ولكن هذا الشخص مشغول فيك أنت، فيعرف ويفهمك، عارف أن أنت لحد الآن لم تتشافى، وإن لم يتحدث معك عارف أنك لم تتشافى من هذا الحب، أو لحد الآن أنت ندمان ومتوقع أنك رح ترجعون لبعض. هذا الشخص عينه عليك، تفكيره فيك كأنه شايل همك، أجين عنده طاقة الأم المراعية اللي تتمنى لك الخير، اللي أنت دائما في قلبها وتفكيرها وتتمنى أنها تشيل الألم عندك منك يعني. وكمان أنت هني أحسك في طاقتك العادية يا برج الجدي، أنت يعتمدون عليك الكثير من الأشخاص، تساعد الكثير من الأشخاص مهم في محيطك، كأنما أنت البلسم أو الشخص المضحك لجميع اللي في حياتك، كأنما أنت جدا شاطر أن أنت تخفف عنهم جروحهم، لأن أنت عندك طاقة الأم، طاقة ملكة الأرض وهي الطاقة المعطاء، ولكن لنفسك أنت كأنك مو قادر تعطي، مثل ما نقول باب النجار مخلوع، ولكن هذا الشخص يحاول أنه يساعدك أنت شخصيا، لأن أنت قاعد مشغول في الآخرين، تساعد الآخرين، هذا يحاول يساعدك، يحاول أنه وإن كان بشيء بسيط، أنه مثل اللي يبرد على جرحك أو يخليك تتصبر، أيضا طاقة الماء هي طاقة الصبر وطاقة التحمل، يحاول يساعدك أو يخفف عنك، يعطيك الأمل في نفس الوقت، ولكن أنت تطلعاتك كلها إلى هذا الجانب اللي فيه الشريك. الشريك حاليا مشغول جدا، يعني طاقته جدا تختلف عن طاقتك، أنت عندك طاقة الأرض ولكن مش هامتك في هاي الفترة، مو أكبر اهتماماتك الأمور المادية. هذا الشخص كأنما فتحت له في هاي الفترة أبواب السماء، صار عند الخماسي الأول وهي هدية من السماء، توفيق من الله سبحانه وتعالى، فجدا مشغول أنه هو يحصد
كل شيء ويحاول ينجز كل شيء في هاي الفترة، لأن احتمال كانت متوقفة عنده الأمور المالية الوظيفية في السابق، فلما انفتح لأول باب منغمس جدا في تحقيق ذاته، في تحقيق هاي الأموال اللي الدخل اللي كان دائما يحلم فيه، ينتقل لبلد ثاني، يفتح بزنس ومن ثم إلى بلد ثالث. جدا مشغول في هاي الفترة، فطاقته جدا مختلفة عنك. يعني هو منغمس في الحياة المادية، أنت منغمس حاليا في مشاعرك، كأنما توك استوعبت أو أدركت ألم رحيلة هذا الشخص. لا، كأنما المادة قاعدة، يعني رأى المادة فنساك تماما، ولكن هو لم ينساك. عنده كرت ثلاثة الأغصان. ثلاثة الأغصان في الكروت العادية أو الصورة الأصلية هو شخص عنده ثلاثة أغصان مزروعة في الأرض، أعطاك ظهره ومنتظر السفن بكل إيمان، السفن اللي فيها حمولته أن تأتي إليه. ممكن يكون حبيبك من طاقة من الأبراج النارية، ممكن أنت حاليا قاعد تتعامل مع شخص برجه مائي اللي حاليا موجود في محيطك يحاول يخفف عنك، ممكن. فش أقول لك، هذا الشخص مو استسلم، ولكن كأنما أعطاك ظهره، أعطى الموضوع العلاقة ظهره، بحيث إنه شو أقول لك، قام يصير اللي بده يصير يصير بالنسبة له. هذا شعاره بخصوص علاقتكم في هاي الفترة، اللي بده يصير يصير، لأن احتمال إنه تعب في السابق حاول يمشي العلاقة، كانت العلاقة مو مستعدة تمشي، أنت كنت غير مستعد إنه تمشي معه، ولكن احتمال الحين يوم صرت مستعد أن تقفز أو تدخل في العلاقة، هو صار مشغول، هو صار مبتعد، هو صار بارد باتجاهك، لأنه تحول إلى أمور أهم. عنده ست الخماسيات في نفس الوقت، هو جدا مشغول بتدخيل الأموال والصرف، احتمال أنه يدخل مثلا ست خماسيات، عنده الستة، ولكن يصرف منهم فقط خماسي، الباقي يوفرهم، فهو جدا مشغول في إدارة مصاريفه الخاصة ودخله الخاص، بحيث أنه شنو قال عن علاقتكم؟ قاعد يقول عنده إيمان بأن النصيب راح يصيب، فما راح هو يتحكم بالموضوع أو حتى يحاول أن يأتي تجاهك في الفترة القادمة، خلاص راح يدع الأمور تأخذ مجراها، راح يتوقف عن مثلا أنه يحاول يرجع لك أو الأمور اللي كان في السابق يعملها، خلاص هذا الشخص كأنما قطع السلاسل. ولكن السلاسل اللي أنت موجودة في طاقتك يا برج الجدي هي سلاسل الأوهام. برج الجدي كرت الشيطان، the devil، والشيطان معناته أن أوهام، أفكار سيئة، أفكار سلبية، أشياء من تخيلاتنا غير صحيحة. فهو كأنما صار فترة معينة دائما يتخيلك وموهوم، ولم هو أيضا كان يتوقع العلاقة أنها تنجح، لم تنجح، فعشان كذي الحين أدار ظهره. وعنده إيمان أنه لو أنتم مكتوب لكم ترجعون لبعض راح ترجعون، ولكن خلاص وضع الموضوع بيد الله سبحانه وتعالى، استسلم هو لأمر الله، لم يستسلم نقطة، استسلم لأمر الله. الطرف الثالث عنده Princess of Swords، Page of Swords، السيف الصغير الغير محترف. عنده كرت برج العقرب، كرت الموت، التغيير الشامل، التحولات على مستوى كبير، وكرت ثمانية السيوف. أشوف أن في طرف ثالث، ممكن يكون هذا الشخص، ممكن يكون شخص من طرف هذا الشخص، ولكن شخص جديد سيحاول أن يدخل حياتك، سيحاول أن يدخل حياتك ويقوم بتغييرات جذرية، كأنما يعني يتصرف أن لديه صلاحية عليك. كرت الموت هو كأنما ملك الموت يدخل ويغير كل شيء، فرح يحاول أن يدخل حياتك يغيرها كامل بدون حتى أن يعرفك، يعرف طبيعتك، يعرف عن علاقتك مع هذا الشخص، أو يعرف حتى يفهم مدى حبك للشخص القديم. سيحاول أن فقط يدخل ويغير، ويتظاهر انه هو يعني كأنما ملكك او انتو في علاقة، ولكن اللي ما يعرفه واللي راح يكتشفه بعد فترة ان هذا
مش بالنسبة له مهمة ويقدر ينجزها. هذا الشيء باستخدام طاقته الطبيعية، هو أشوف إنسان ممكن يكون جاف، صارم، عنيد، عصبي، يعطي أوامر للجميع، رح يكتشف أن معاك أنت هذا النوع من التغيير ما رح يغيرك، ما رح ينفع معاك، هاي الأسلوب مو جيد معاك. فبدل أن يحاول أن يغيرك، أنت اللي كأنه ما ستأخذ هذا الشخص الجديد وتخليه في مثل المتاهة، أو تخليه في مثل حبيس أفكاره الخاصة. احتمال يكون برج هوائي أو مائي، عندنا العقرب. ولكن كأنما أنت بتحط الأمور في نصابها مع هذا الشخص، يعني أنت لو كنت مو متأكد بخصوص مشاعرك تجاه الشخص القديم، مع الطرف الثالث راح تتأكد، لأن هذا الشخص راح يعجز يغير معاك الموضوع، يغير معاك الأسلوب، ما راح يصلح. راح يحاول يكتشف لماذا أنت بهذا الشكل، عند طاقة الجاسوس يحاول أن يكتشف ليش أنت بارد معه، ليش أنت لا تريده، ليش أنت مو متفاعل معه. احتمال يصلح الجواب من ملكة الأكواب. ملكة الأكواب راح تتواصل مع هذا الشخص وتخبره أن ترى برج الجدي لحد الآن في شخص في قلبه في باله. وقتها أسلوبه المعتاد لن ينفع، وسيكون حبيس لسجنه الخاص اللي وضعه على نفسه. قراءتكم جدا اليوم مباشرة بشكل عام. ممكن يكون أيضا الشريك عندكم برج هوائي، وهذا الشخص برج عقرب أو برج مائي، ممكن يكون من أي الأبراج. هذا الشخص ممكن يكون يحاول ينسيكم الشخص القديم اللي هو يكون برج هوائي، ولكن يفشل. لما يفشل هو ستنقطع فيه الحيلة، ما عنده شيء يسوي، خلاص أنيمور. إن هذا الشخص كأنه ما شفت البذرش المغروسة في الأرض، دائما يرمز للخماس الأول إنه هو البذرة المغروسة في الأرض. هذا الشخص مغروس في قلبه، ما في نوع من الموت أو من التغيير اللي ممكن يخرجه من قلبك. لحد الآن أنت تنتظره، لحد الآن أنت تتوقع أن يوم من الأيام تمشي العلاقة بينكم، يمكن تمشي. راح نشوف في كارت المفاجآت شنو راح أصير عندك يا برج الجدي. وقاعد أشوف أن هذا الشخص لحد الآن يفكر فيك، لحد الآن في حب، في ارتياح وحب تجاهك، ولكن ما عنده طريقة أن يتواصل فيك معها، ما عنده طريقة يوصل لك مشاعره. فمن أجل ذلك هو توقف عن المحاولة وقاعد يركز في حياته الخاصة حاليا. كارت المفاجأة للبرج الجدي، عندنا كارت انقلب. The Fire Prince. The Fire Prince. عندنا عنصر النار موجود عند هذا الشخص. Optimism, aggression. أمير النار. أمير النار، كارت أمير النار يتحدث عن، هو شبيه بطاقة برج العقرب، التغييرات المفاجئة، أو خلينا نقول مثل البرج، عندما يقع البرج التغييرات اللي يجلبها أمير النار تغييرات مفاجئة. ماذا سيحدث؟ احتمال هذا الطرف الثالث يحاول بشكل كبير أن يغير حياتك في فترة بسيطة، ولكن سيفشل. ولكن لا تحزن، هذا الوضع يقول لك عندك بيكون ثمان سيوف مثل اللي حبيس، ولكن لا تحزن. فشلك مع الشخص الجديد أو حتى الشخص اللي يحاول أن يغير عندك الوضع لا يحزنك، لأن وراء التغيير العنيف تأتي بداية جديدة. خلك متفائل، راح تأتيك بداية، راح تأتيك تغيير شامل عنيف من شخص، ولكن وراءه راح يخلف مثل الرماد اللي راح يشجع
بداية جديدة في حياتك، احتمال هذا الشخص يرجع لك مرة ثانية، احتمال في المستقبل البعيد بعد انتهاء هذا الطرف من المحاولة معك ممكن أن تلتقي في هذا الشخص بمناسبة أخرى في مكان ثاني، تكون احتمالية نجاح العلاقة بشكل أكبر. ولكن تفاؤل، هذا كرت التفاؤل. دائما بعد الحريق أو بعد سقوط البرج عندك أرض خالية تستطيع أن تبني عليها ما تشاء. بالتوفيق عزيزي برج.